تم الاتصال او توجيه وزارة الصحة بان هناك اعداد من الوافدين من الهند وهم من العراقيين ومن ابناء محافظة نينوى ايضا، وهناك سلالة جديدة للاسف بدأت تظهر في الهند، وهذه السلالة هي طبعا تمتاز بخطورة هذا الفيروس ويشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، ولذلك يجب علينا أن نتصدى أو نكون حذرين لهذا الوباء. وفعلا أعلنت دائرة الصحة نينوى حالة التأهب القصوى، وقمنا بتوفير وتهيئة المواقع أو المكان لحجر هؤلاء الزوار أو الوافدين من أهالي محافظة نينوى، على الرغم من أننا كنا نتمنى أن تقوم الحكومة المركزية بتهيئة مناطق لحجرهم، لأن محافظة نينوى تفتقر إلى المستشفيات. نحن حاليا لا يوجد لدينا مستشفيات كافية، علما أنه عدد الإصابات بهذا الوباء بدأت تزداد. لذلك قمنا بتهيئة مكان في مستشفى السلام بسعة 50 سرير، وتم تهيئة هذا الموقع، ويجب أن نتعامل بحذر مع الوافدين ونمنع الاختلاط بهؤلاء خوفا من نقل العدوى، لا سمح الله من أحدهم ربما يكون مصاب بهذا الوباء ويقوم بنقل العدوى إلى آخرين. لذلك ومن خلال قناة الموصلية ندعو أهلنا في الموصل إلى عدم الاقتراب أو الاختلاط بالوافدين، وخصوصا من دولة الهند، لأن هذا الفيروس الذي موجود أو الذي ظهر في الهند يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن وعلى صحة المواطن، ويمتاز بسرعة انتشاره بين المواطنين. عموما نحن هيئنا وأعلنا استعدادنا بتهيئة الموقع، وأيضا نحن نبحث الآن وبالتعاون مع محافظة نينوى والسيد المحافظ بتهيئة موقع آخر ربما يكون العدد أكبر مما نتوقع، لكي نستطيع أن نحمي هذه المحافظة وتبقى المحافظة آمنة مطمئنة. نحن عاهدنا هذه المحافظة على أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نضحي بأنفسنا وبما نملك من أجل أن تبقى هذه المحافظة آمنة مطمئنة، ولكن يجب أن يتم التعاون معنا من قبل المواطن وكذلك من قبل كل الدوائر الحكومية الأخرى. صراحة احنا مكان ما عدنا، احنا ما كنا نتمنى ان يكون حتى مستشفى السلام، مو اخترنا مستشفى السلام، احنا عدنا كرفانات قامت بتنفيذها منظمة اطباء بلا حدود، وهذه الكرفانات تسع ل 20 سرير، واحنا بدأنا بزيادة عدد الاسرة لكي تصل الى 100 سرير، لانه ما عدنا غير حل، هو هذا الحل الوحيد، على الرغم من ان هناك كتب وصلتنا من الوزارة بعدم استخدام المستشفيات الكرفانية، ولكن نحن بلغنا الوزارة قلنا أن كل المستشفيات الموجودة بالموصل هي مستشفيات كرفانية، ليس المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا، وإنما المستشفيات الموجودة مثلا مستشفى الجمهوري هو مستشفى كرفاني، مستشفى البتول مستشفى كرفاني، وبلغنا الوزارة كل المستشفيات. نعم، وإن شاء الله وبهذه المستشفيات والحمد لله استطعنا أن نقدم خدمة كبيرة وخدمة جيدة جدا، وقمنا بإجراء عمليات جراحية بهذه المستشفيات الكرفانية فوق الكبرى، وقد أشادت الوزارة بالجهود التي تقوم بها دائرة الصحة نينوى. عموما نحن الآن بصدد التصدي لهذا الوباء، وإن شاء الله أعلنت دائرة الصحة نينوى استعدادها واستنفرت كل جهود الدائرة استعدادا لاستقبال الوافدين من دولة الهند. بصراحة كنا احنا طالبنا وناشدنا الوزارة بانه يتم يعني مناشدة الحكومة المركزية على ان يتم حجر كل العراقيين الوافدين من دولة الهند في مثلا معرض بغداد الدولي او اي مكان اخر حتى انتهاء فترة الحجر والتأكد من خلو هؤلاء القادمين الوافدين من الإصابة بهذا الوباء، ولكن يعني ما حصلت موافقة. على العموم نحن حاليا هيئنا مواقع لقدوم هؤلاء،
وأيضا بدأنا البحث عن مواقع أخرى لأنه نخشى أن يكون الأعداد كبيرة تصل إلى محافظة نيويورك.